السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم. ان شاء الله سلام طحونه، زوج سنينات تاع الثوم، ملعقه صغيره كمون، ملعقه صغيره تاع فلفل احمر اللي هو بابريكا، وتحتاجوا حرور اللي هو بزار، شويه تاع المعدنوس، وشويه قزبر. اللي تبغي تستغني على القزبر تستغنى، دير غير المعدنوس وحده. المهم غادي تحتاجوا 200 غرام تاع اللحم مطحون، غادي تحطوا البصل والثوم والكمون والبابريكا والحرور والملح. المهم غادي تخلطوا كلش مع ملعقة زيت عادي، وتضيفوا شويه تاع المعدنوس والقزبر. اللي ما يبغيش بنه القزبر يمكن يستغنى عليه، يدير غير المعدنوس. المهم غادي تحتاجوا باتو كيما راكم تشوفوا هكا، وغادي تحتاجوا شويه تاع الماء. المهم تبعوا الطريقه، لازم تديروا يديكم في الماء باش تعاونوا. وغادي تطيبوه في الفرن، ولا تقدروا تشوه، ولا ديروه حتى في لاباري هذيك تاع بانيني. المهم انا راني كملت. تسدفوه كيما هكا وتدخلوه الفرن. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقة. ما تنسوش تعملوا لي لايك والاعجاب بالقناة وتبارطاجوها مع لي زامي.